غريبة كنا بنحلم نكون لينا استاد، كنا بنحلم ان احنا نلعب في استاد النادي الاهلي. الكلام ده مر عليه اكتر من 50 سنة، يعني انا شخصيا عسلت من 33 سنة 34 سنة 87. لو تاني نلعب بذكر مرة كابتن طارق الشيخ كنا نقعد مع بعض في ملعب في استاد القاهرة، والاستاد كان مليان. طبعا استاد القاهرة ده بيهمنا كلنا، بيجمعنا كلنا. ساعتها انا وطارق بنتكلم، فقلت له طارق يا ريت نلعب بقى في الاستاد بتاعنا ان شاء الله باذن الله. ان احنا قبليها بيوم كنا بنتفرج على مانشستر يونايتد بتلعب في الاستاد بتاعها. جميل جدا. انا بالنسبه لي بعتقد انه حلم من الاحلام اللي كنت بشوفها في المنام لقيتها اتحققت. واتمنى ان شاء الله انه مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير وكل الداعمين لهذا الموضوع والمتبرعين انه يحاولوا من خلال جماهير النادي الاهلي اننا نحاول نسرع من هذا النادي من خلال وقوف الجماهير وكل ما يعني الرعاه للنادي الاهلي وكل محبيه. واتمنى ان شاء الله في خلال فترة وجيزة ان شاء الله سوف نشهد هذا الصرح كبير ان شاء الله. السد هيفرق كتير جدا جدا مع الكرة في مصر بشكل عام، يبقى يعني مؤسسة كبيرة موجودة في مصر او بنية تحتية. انت بتيجي تتفرج على دول كتير بيبقى عندها استادات، لما تيجي تنظم اي بطولة بتدور على استادات كتير، فيبقى ده استاد موجود في مصر، استاد كبير جدا زي استاد النادي الاهلي ده. زائد كمان ان انت كالنادي الاهلي تبقى لك سنين طويلة جدا من 1914 لحد دلوقتي انت بتروح تلعب ماتشاتك سواء افريقية او محلية، بتأجر ملاعب سواء بقى في الملاعب ديت، في النهايه هي ملك للدوله فبتاجرها، بتاخد بتدفع ايجارات يعني، فده هيوفر عليك حاجات كتير قوي. زي طبعا المكان اللي احنا فيه ده اصلا بعد كده هتلاقي المكان ده المكان العمراني ده اللي وقت احنا بنتفرج على صحراء كبيره جدا، هتلاقي الدنيا هتختلف تماما يعني لما استاد النادي الاهلي يتعمل، لان استاد النادي الاهلي لما بيتعمل بيضيف للمنطقه بشكل عام يعني.